جلسة لمجلس الأمن خصصت لمتابعة التطورات في الملف اليمني. دعا مبعوث الأمم المتحدة هانس كرونبرغ الأطراف اليمنية للكف عن التصعيد واستخدام قنوات الحوار لحل الأزمة في البلاد. وأشار كرونبرغ إلى أن الاشتباكات ما زالت تحدث بشكل متقطع في اليمن على بعض الجبهات، محذرا من التهديدات العلنية بالعودة للحرب. وكشف المبعوث الأممي بأن مكتبه يعمل على دعوة الأطراف اليمنية لمعالجة بعض أولوياتهم العاجلة لبناء الثقة والتحرك نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة في البلاد بعد أن تراجع مستوى الثقة على حد قوله. فيما دعا مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله الواصل الحوثيين للاحتكام لصوت العقل وتغليب مصلحة اليمن، معربا عن أمل الرياض في أن تفضي الجهود الحالية للوصول لحل سياسي شامل، مؤكدا استمرار المملكة في دعم اليمن واليمنيين. وأكد أيضا مندوب اليمن بدعم الحكومة لمساعي إحياء الهدنة واستعادة العملية السياسية الشاملة برعاية أممية، وقال بأن الحوثيين يفتقرون للرغبة الجادة في تحقيق السلام أو الاعتراف بالحلول السياسية، مستدلا بذلك على التصعيد العسكري منذ انتهاء الهدنة والتهديدات الصريحة باستهداف الموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية وناقلات النفط. وفي الوقت ذاته أكد على فرص إنهاء الصراع بأنها أصبحت متاحة ولكن تتطلب إرادة حقيقية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.